القاهرة. صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا أحمد. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الاثنين الموافق 3 أبريل و 12 رمضان. في الحقيقة في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وده في حياة الأمر برضو بيخلينا نروح ونسأل يعني إزاي بتقدروا اللي انتوا تستفيدوا من وقتكم ما قبل الصيام، ما قبل تحديدا الفطار أو وقت من أذان الفجر وحتى بداية أذان المغرب تحديدا. هو ده سؤالنا النهاردة اللي بنسأله: إزاي بتعرف تسلي صيامك في آخر ساعتين قبل الفطار؟ وقبل ما أقول إجابتي كالمعتاد أسمع إجابة جمان. هقول لك يا سيدي، في السنين اللي فاتت بصراحة كنت متعودة دايما قبل الفطار بكون بساعد يعني في الإفطار، في توزيع وجبات الإفطار لأماكن معينة. يعني ايه اللي حصل؟ والله بص، للأسف يمكن السنة اللي فاتت للأسف الشديد ما لحقتش خالص، لكن بساعد بطرق تانية، بس ما لحقتش أكون موجودة بنفسي في الإفطار بالذات أو في التجهيز أو في التوزيع. والسنة دي للأسف يعني برضو نفس الموقف، ولكن بحاول على قد ما أقدر أن أنا يعني في الأيام يعني على الأقل آخر 10 أيام في رمضان أكون موجودة بنفسي، بحاول على قد ما أقدر يعني بحاول أزبط كده الدنيا. ولكن عادة يعني إما موجودة في بجهز مثلا الإفطار أو بوزعه يعني بساعد فيه بشكل آخر. دي الإجابة الدبلوماسية. لا والله ما أنا جاية لك، ما أنا عاوز أعرف دلوقتي بقى جاية لك، ما أنا جاية لك، ما عرفتيش تعملي ده دلوقتي بمهد عشان ربنا يستر عشان اللي جاي. بس دي إجابة دبلوماسية بتاعت المذيعين، أنا عارفها يعني هقولها لك والله. لا أنت عارف أنا إجاباتي صريحة وواضحة ومباشرة، أنت عارف. ف يعني بالعكس كنت هقول لك بقالي سنتين بنزل، بقول لك بقالي سنه، السنه اللي فاتت السنه دي. لا انا بتكلم دلوقتي، انا عاوز اعرف دلوقتي بقولك بتعمل ايه بقى. انت مصمم؟ لا بص والله بص يعني ببقى بصراحه نايمه، يعني ببقى صليت الظهر الحمد لله، وبعدين بصحى قبل المغرب بشويه اصلي العصر واقرا شويه قران، وبعدين اصلي المغرب. لو ماما احتاجتني، لو احتاجتني ان شاء الله ما تحتاجنيش بطلع ساعدها يعني، بس غير كده لا ما يعني ما كنتش بصراحه يعني ده مكاني بصراحه، ما بعملش حاجه. ف يمكن ده اللي بعمله قبل الصيام. مؤخرا كمان كده يعني من اول رمضان ده بس عندي شويه حاجات بعملها ماما قبل الفطار، بس بره البيت مشاوير بره البيت، فمش لاحقين نعمل حاجه قوي يعني، بنحاول نساعد على قد ما نقدر. عارف لما يبقى بتتحرك في كل الاتجاهات، هو ده اللي حاصل الشهر ده. هي الشكوى يعني شكوى الغالبيه العظمى تحديدا من المصريين، فكره اللي بيقول لك الوقت قبل الفطار بيبقى قليل قوي، ساعات النهار تحديدا في رمضان بتكون هي ساعات قليله، وساعات ما قبل او ما بعد عفوا الفطار برضو بتجري يعني. حتى دايما يقول لك ايه يعني عفوا طبعا، بس كل يقول لك ايه الوقت في رمضان تحسي ان البركه فيه بتجري بسرعه، وهو لان هو شهر كريم. ما انت لو انت ما قدرتيش تستغلي الاستغلال الامثل فبالطبيعي جدا لو فاهمه الايام بتجري يعني بسرعه. يعني بص هقول لك على حاجه، لو تعاملنا فيه
كما يجب ان نتعامل فيه، لا بالعكس الوقت هيبقى فيه بركه وهنعمل كل حاجه. لو انا قسمت بقى وقتي، لو انا قدرت احنا ما نعملش كده يعني. بالعكس حد كان يتوقع ان احنا النهارده بنقول 12 رمضان؟ على فكره والله وانت بتقول 12 رمضان كريم، ربنا وانت بتقول 12 رمضان انا برضو لثانيه كده اتخضيت، يا 12 رمضان عدى برضو وقت صحيح. يعني تقريبا نص شهر الفضيل عدى. طب قولي انت بتعمل ايه؟ بصي انا متفق معاكي تماما في كل اللي انت قلتيه، ويبدو ان دي السمه الرئيسيه. لا 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 مش الاجابه الدبلوماسيه اكيد، انا بحاول ان استغل وقتي فعلا زي ما انت ما قلتي، لكن للاسف بحكم شغلنا في صباح الخير يا مصر يعني مش عاوز اعلق على شماعه البرنامج يعني مشاكلنا كتيره دي، بس فكره اللي احنا بنصحى تقريبا ما بنلحقش ننام يعني، احنا مجرد ما بنصلي الفجر بنواصل بعد الفجر كده. بالظبط ما بننامش يعني ساعه او ساعتين حتى لو نمناهم، فطبيعي جدا اول بديهي ان الواحد بيرجع. بحاول قدر الامكان ان الواحد يكون متماسك لحد اذان الظهر عشان اصلي الظهر والحق ان انا انام، اخبط لي بقى كام ساعه نوم دول لحد قبل المغرب بساعه او نص ساعه، ابتدي ان انا اصحى اصلي العصر واكون مستعد بقى ومتهيئ لاذان المغرب. بس فكره ان انا بقضي بقى الساعه او الساعتين دول تحديدا او حتى النص ساعه دي ازاي، بدات من اول الاسبوع او من نص الاسبوع اللي فات تحديدا فكره ان انا استغل الساعه او الساعتين اللي قبل الفطار في ان انا اروح الجيم. تصدق انا كان يعني جات لي فتره كده كنت برضو بروح الجيم قبل الفطار. ما بقولك لا انا دي حاجه لسه اول سنه اعملها بصراحه يعني، كنت في السنين اللي فاتت كنت احيانا بنزل اتمشى شويه وكانت تمشيه تحت البيت كده او في نطاق البيت لمده برضو ساعه او حاجه قبل كويس. الفطار وكان احيانا المغرب ياذن عليا وانا بره والناس كانت بتاخد ثوابي وبتفطرني في الشارع يعني انت عارفه العادات الجميله بتاعتنا والناس الكتير والخير الكتير اللي بيبقى موجود في الشوارع، واحيانا بتمشى بالليل بعد الفطار وكان بالنسبه لي الافضل التمشيه ما بعد الفطار لان بحس ان انا بهضم اللي انا اكلته. طبعا بالظبط. لكن دلوقتي انا بقالي تحديدا خمس ايام او ست ايام فكره اللي انا بحاول اللي انا اروح الجيم قبل الفطار، رغم ان هو الموضوع يعني فيه مشقه كبيره قوي مش قادر اقول لك يعني جهاد نفسي يعمل ازاي بس يعني. ما تقلش بس في الجيم يعني قبل الفطار كمان انت عارفه، وبعدين انت عارفه انا وحش في الجيم برضه يا نهار ابيض انا متاكده. طب طب انت من الناس اللي فورمه مش باينه عليا يعني احنا اللهم انا صايمين فمش هينفع نكذب بس. طب وانت من الناس اللي بتتعصب قبل الفطار؟ بحاول اتماسك. يا بس انت من الناس دي تبقى متعصب قبل الفطار؟ بحاول قدر الامكان اللي انا بصي يعني انا حتى حصل معايا موقف من يومين كنت على الاي تي ام بحاول اللي انا اسحب وده موقف غريب جدا والله يعني من المواقف الطريفه اللي حصلت لي، فانا داخل اسحب فلوس ففي مكانتين جنب بعض فانا دخلت الماشين الاولى لقيت ما فيهاش ايصال فبالتالي مش هينفع اللي هو يطلع لك فلوس سيستم غريب كده يعني في البنك، فدخلت خرجت وقفت في المكنه اللي جنبها فانا واقف بسال اللي جنبي فبقول له، فلقيت في سيده داخله خلاص من سكان زايد فداخله وهي الست يبدو عليها الشياكه بس اثار الصيام يعني يا عيني يعني ربنا يخليها لينا يعني فاهم. فدخلت فلقيتها بتقول لي هي المكنه دي مش شغاله، هي شايفاني خارج منها وواقف في الطابور اللي وراها وهي لسه داخله، فقلت لها لا والله بس هي ما فيهاش ريسيت فمش هتقدر اللي انت تطلعي يعني ما بتسحبش من الاخر. قالت لي فبتكلم مع الولد اللي على الماشين الثانيه وانا واخد دوري فلقيتها بتعمل ازاي، هو انت رايح فين؟ هو انت مش لسه كنت واقف هنا في طابور ارجع واقف ورا؟ قلت لها طابور ايه يا فندم؟ ده انا دليت حضرتك كنت هسيبك تدخلي الكمين طيب ولا ايه؟ قالت لي لا لا بعد كده ما تعملش كده. قلت لها اللهم اني صار اتفضلي يعني. فوقفت على الماشين وعماله فما تتكلم حاجه غريبه جدا يا فندم ما انا قلت لحضرتك خلاص خلاص ما وقفت يعني خلاص ما جراش كل سنه طيبه ورمضان كريم ضبط النفس قدر الامكان. لا وبعدين انت قلت بتقول دلوقتي من سكان زايد ومن يومين عشان تبقى هي عارفه برضه. على اي حال طبعا ايه ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، ازاي بتعرفوا تسلوا صيامكم في اخر ساعتين قبل الفطار؟ مستنيين اجاباتكم ومشاركاتكم اللي هنستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده لحضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر، رحب بحضراتكم مرة تانية. دايما كالعادة بنبدأ معاكم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت، لكن بالعادة بنقدم لحضراتكم أهم الأخبار اللي حدثت بالأمس، لكن هنبدأ مع حضراتكم في خبر هام جدا. وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث التقى مع شقيقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الزعيمين أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقية
المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مشيرين إلى أهمية الزيارة في مواصلة تطوير هذه العلاقات الأخوية، ومؤكدين الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية. من الأعرب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بلقاء شقيقه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: وإنني إذ أعبر عن امتناني وتقديري لحسن الاستقبال والضيافة، أؤكد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأتطلع لتنميتها وتعزيزها في كافة المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا وتطلعات شعوبنا العظيمة. هذا من ضمن أهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. هنبدأ معاكم بأبرز هذه الأخبار، وهو الاجتماع اللي عقده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة التنمية المجتمعية للمواطنين المصريين من أبناء سيناء والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية. كمان امبارح يا جمانة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، وأكد سيادته على خصوصية العلاقات بين القاهرة وبغداد. وكمان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء خلال الربع الأول لسنة 2023. خلونا نعرف تفاصيل في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة البرامج القائمة والمستقبلية للدفع بجهود التنمية المجتمعية للمواطنين المصريين من أبناء سيناء، وده في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء. واطلع الرئيس على أبرز محاور جهود التنمية المجتمعية للمواطنين في سيناء اللي بتتضمن تعزيز مبادرات الحماية الاجتماعية إلى جانب توفير فرص العمل بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي القائم على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المجالات اللي بتمثل ميزة نسبية للمنطقة، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، وأكد الرئيس على ما تتميز به العلاقات المصرية العراقية من خصوصية، مع حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية والشعبية، خاصة في ظل قوة الدفع الحالية اللي بتشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسؤولين بالبلدين سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له، وأكد الدكتور مدبولي على أهمية دور المجالس النيابية في توطيد العلاقات بين البلدين، وأعرب عن تقديره لما تشهده العلاقات بين المؤسسات التشريعية المصرية والعراقية من تعاون وثيق، وكمان أشار لمستوى العلاقات المتميز بين البلدين وما شهدته من تطور ملموس خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي بين مصر والعراق والأردن. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء خلال الربع الأول من عام 2023، وأشاد مدبولي بالدور اللي بتقوم به اللجنة الطبية العليا وبالتعاون المثمر مع منظمات المجتمع المدني لتقديم العديد من البرامج، خاصة تنظيم القوافل الطبية اللي بتوصل الخدمات الصحية لمستحقيها. نروح دلوقتي مع حضراتكم لجولة المحافظات، لأن معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت في محافظات الجمهورية المختلفة، منها ما حدث في محافظة الوادي الجديد تحديداً وتدشين معرض قريتي منتجة للمرة الثانية. نروح لمحافظة المنيا اللي تم فيها الانتهاء من تجهيز وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى منلاوي التخصصي في محافظة المنيا. أيضا من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت أمس في محافظات مصر، الإعلان عن تمويل
201 مشروع ضمن مبادرة أنظمة الري الحديث في المنوفية وضخ الأرز المدعم لمعارض أهلا رمضان بسعر 15 جنيه للكيلو في دمياط. أخبار تانية كتير هنعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الوادي الجديد اللي أعلنت عن تنظيم معرض قريتي منتجة للمرة الثانية على التوالي، وبيضم المعرض العديد من المخبوزات والمنتجات البيئية ومعروضات ذات جودة عالية وأسعار في متناول الجميع تخفيفاً عن كاهل الأسرة المصرية. في الغربية تم تنفيذ أعمال رصف وتطوير محور شارع البحر بالمحلة الكبرى بتكلفة 74.55 مليون جنيه، وده لتحقيق السيولة المرورية وإضفاء لمسة جمالية في مدخل المدينة. في المنيا تم الانتهاء من تجهيز وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى ملاوي التخصصي، وده ضمن جهود المحافظة لتطوير منظومة القطاع الصحي والتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة الطبية. في المنوفية تم الإعلان عن تمويل 201 مشروع ضمن مبادرة أنظمة الري الحديث، وده منذ بداية العمل بالمشروع وحتى الآن بواقع 326 فدان. المنظومة دي بتعمل على تحقيق محاور التنمية الاستراتيجية للموارد المائية وترشيد استخدامها. في أسوان تم تنفيذ قوافل صحية مجانية بقرية غرب سهيل وعزبة النهضة بمنطقة كيمة بمركز أسوان، وقامت القوافل بتوقيع الكشف الطبي على 2795 مواطن، بالإضافة لتقديم خدمات الفحص والأشعة وصرف العلاج بالمجان. في بني سويف بيتم تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية، وحتى الآن تم الانتهاء من تبطين 661 كيلو متر بتكلفة 1.665 مليون جنيه. في الإسماعيلية أعلن جهاز تشغيل الشباب التابع للمحافظة بالاشتراك مع إحدى الشركات القومية عن توافر فرص عمل برواتب تبدأ من 4500 جنيه، وبتشمل مهندسين زراعيين من تخصصات البساتين والمحاصيل الزراعية و1000 عامل زراعي. في دمياط تم ضخ الرز الأبيض الفاخر بمعارض أهلا رمضان المنتشرة بمناطق مختلفة من المحافظة لبيعه بسعر 15 جنيه للكيلو. شاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا المستمرة معاكم لغاية الساعة 10 صباحا، استنونا. أهلا بكم مرة تانية ونشرة مفصلة عن أحوال الطقس النهاردة. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء. الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وبالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. في النهاردة أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، ونشاط للرياح على غرب البلاد قد تصل لحد العاصفة على السلوم ومطروح. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني النهاردة في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حتى يعني ممكن تصل في القاهرة ل 31 درجة، هل معنى كده إن احنا خلاص دخلنا في أجواء الصيف ولا لسه حالة عدم الاستقرار مستمرة معانا؟ لا، احنا لسه في حاله عدم الاستقرار، مش حاله عدم الاستقرار، نقدر نقول التقلبات الجويه في درجات الحراره بين الارتفاع والانخفاض. احنا بالفعل بدانا ارتفاع في درجات الحراره منذ امس. ايوه طيب، واضح ان انقطع الاتصال مع الدكتوره منار، هنحاول نرجع لها تاني. ودلوقتي هناخد نظره على درجات الحراره المتوقعه النهارده. النهارده في القاهره درجه الحراره العظمى 31 والصغرى 18، في حين ان في العاصمه الاداريه نفس درجه الحراره العظمى 31 و18، في الاسكندريه 30-17 والعلمين الجديده 30-16، في مطروح 28-16 وفي دمياط 28-16 ايضا، في بورسعيد 26-16 وفي الإسماعيلية 32-16.
رحنا للسويس العظمى 31 والصغرى 18، أما في العريش فالعظمى 28 والصغرى 16، كاترين 24-10 وطوبة 28-16، حلايب 26-17، شلاتين 30-18، في شرم الشيخ 31-19 والغردقة 30 والصغرى 17. لو رحنا للفيوم هنلاقي العظمى 32 والصغرى 16، نفس درجة الحرارة موجودة في بني سويف، العظمى 32 والصغرى 16. الوادي الجديد العظمى 31 والصغرى 15، أسيوط أيضا 31-15. في سوهاج نفس درجة الحرارة، العظمى 31 والصغرى 15، في قنا 32-15، الأقصر 33-16 وأسوان 33-18. ودلوقتي هنحاول نرجع تاني لتكملة تفاصيل الطقس النهاردة من الدكتورة منار غانم. دكتورة منار أهلا بيكي معانا مرة تانية. أهلا بيكي أستاذة هالة. احنا كنا بنتكلم ان بالفعل بدأنا ارتفاع في درجات الحرارة منذ أمس، يمكن بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية، ودي ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة. اليوم هيكون في ارتفاع آخر في درجات الحرارة. ذروة الارتفاعات خلال هذا الأسبوع هتكون غدا الثلاثاء إن شاء الله، متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون 32 درجة مئوية، ومرة أخرى ترتفع ويوم السبت القادم وتوصل ل 33 درجة مئوية. فإحنا مكملين في ارتفاع درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع القادم إن شاء الله، وده السبب إن إحنا بنتأثر بكتل هوائية جنوبية قادمة من مناطق صحراوية. الكتل دي مرتفعة في درجات حرارتها، كمان في امتداد لمرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا بيعمل على زيادة قدرات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة. فبالتالي الأجواء خلال هذا الأسبوع هتكون أجواء ما بين المائلة للحرارة للحرة في أغلب محافظات الجمهورية، لأن كافة المحافظات بتشهد ارتفاع في درجات الحرارة. المناطق الجنوبية كمان متوسط درجات الحرارة ما بين 35 و 36 درجة مئوية خلال هذا الأسبوع، وده هيكون فترة النهار طبعا مع وجود أشعة الشمس. لكن فترات الليل اللي هنأكد عليها هيكون فرق بين فترة النهار وفترة الليل، أحيانا في بعض الأيام يتجاوز 15 درجة مئوية. الأجواء هتظل باردة على أغلب المحافظات رغم أنها هيكون في ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة فترة الليل، لكن لسه احساسنا بالطقس هيكون طقس بارد فترات الليل في اغلب المحافظات خاصة في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح. ما هي دي المشكلة يا دكتورة منار، يعني هي دي المشكلة، ارتفاع شديد في درجة الحرارة بالنهار وانخفاض بالليل، فيعني عدم الاستقرار ده برضو يعني يا ريت نخلي بالنا منه. على العموم يعني بيتهيألي لسه بدري قوي على بال ما نطلع الهدوم الصيفي، ولا ايه راي حضرتك؟ لسه شويه بالفعل. لا ما فيش ملابس صيفيه دلوقتي. احنا ممكن طبعا فترات النهار اكيد مع ارتفاع درجات الحراره نقدر نخفف الملابس، لكن تكون ملابس خريفيه. فترات الليل واحنا خارجين يبقى معانا جاكيت. بالظبط لازم يكون معانا جاكيت. التقلبات دي بين ارتفاع وانخفاض هتفضل معانا حتى بدايه شهر 5 مع بدايه النص الثاني من فصل الربيع، تبدا تدريجيا درجات الحراره تتجه نحو الارتفاع ونحس فيها بالأجواء الصيفية. لكن إلى انتهاء شهر 4 هنفضل فكرة ارتفاع بالنهار وانخفاض بالليل. كمان الأسبوع الواحد ممكن يحصل ارتفاع وانخفاض، فمهم جدا ناخد بالنا من نوعية الملابس بشكل جيد خاصة فترات الليل. كمان فترات النهار بقدر الإمكان لازم نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس عشان ما يزودش إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة وإحنا صايمين. كمان متوقع اليوم يكون في بعض الأتربة العالقة خلال فترة النهار هتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية. في نشاط للرياح موجود في جنوب في غرب البلاد عند السلوم ومطروح، نشاط الرياح ده ممكن يكون مثير للرمال والاتربه ويؤدي لتدهور وانخفاض رؤيه افقيه، ممكن توصل لحد العاصفه الترابيه على مطروح والسلوم. فناخد بالنا كمان من انخفاض الرؤيه الافقيه في اغلب الطرق، لازم تكون القياده بهدوء تام. غدا ايضا هيكون في نشاط للرياح مثير للرمال والاتربه، فمرضى الفتيه الصدريه والجيوب الانفيه مهم جدا واحنا خارجين لازم نرتدي الكمامات، يعني الاجواء الرباعيه اللي بيكون فيها اتربه متوقع انها تنشط معانا خلال الايام القادمه ان شاء الله. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، ونرجع تاني لجمانة وعبد الصمد ومتابعة بقية فقرات صباح الخير يا مصر. عودة ليكم جمانة وعبد الصمد. شكرا ليك يا هلا. شكرا. دلوقتي جه ميعادنا مع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، كمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في الجولة 23 من الدوري المصري.
بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيتم تنظيم القرعة العلنية لاختيار أعضاء بعثة الحج الطبية لعام 1444 هجرية 2023 ميلادية، ومن المقرر أن تبدأ فعاليات القرعة العلنية الساعة 11 الصبح بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية. النهاردة هيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي الساعة 3 العصر على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 23 من عمر المسابقة. هيلتقي الإسماعيلي مع سيراميكا كيلوباترا الساعة 9:15، وفي نفس التوقيت هيلتقي حرس الحدود مع إمبي. زي ما احنا متعودين دايما مع حضراتكم في صباح الخير يا مصر، عندنا نشرة فنية بنقدر من خلالها اللي احنا نسلط الضوء على آخر تفاصيل المسلسلات في شهر رمضان الكريم. عشان كده نروح مرة تانية لهالة ونعرف منها تفاصيل النشرة الفنية. شكرا يا عبد الصمد، شكرا جمانة، أهلا بكم مرة تانية. موجز دلوقتي لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان. أنا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر العمر. ما هو انت مش فالحه غير في السهوكه والنحنحه يا اختي. نبدا كلامنا بالصلاه على الحبيب. تمام يا رجاله؟ تمام يا فندم. هتدفع الثمن غالي يا شيخ موسى. بينك وبينه ايه؟ لا يا جميله ما اسمحلكيش. لما تتكلمي مع الكبير اتكلمي بادب. سيدياته كلها معايا، يعني يوم ما يفكر يعمل معايا الدنيئه هيلاقي نفسه في السجن. تحولت عيله السنينه من عيله غلبانه ومكسوره لعيله ليها مخالب واسنان. الرجاله دي مش هتصبر علينا لو ما لقيناش حاجه في المقام ده. المره الجايه لو كيفك جابك انك تتعنطر، تعنطر على شنب مش على حرمه. دي حرمه ما داسها جدعه. انت ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ انت هترجع ولا ايه؟ لا انا بستغرب بس. هيا فين؟ من اللي بتخن معاه؟ ايه؟ موسم البطه ابتدى ولا ايه؟ هرجع لك تاني. هخلي لك الدمج للركب. هو ينفع يعني الصلح تسابق ارنب؟ عيني على الحلو لما تبهدلوا الايام. وبنبدأ نشرتنا الفنية مع الفنان أحمد فهيم اللي اتكلم عن مشاركته في مسلسل جعفر العمدة، وقال إن دور سيد أخو جعفر العمدة شخص طيب مش بيكتم السر، وقال كمان إن في تحولات كتيرة هتشهدها الشخصية خلال الحلقات الجاية من المسلسل. الفنان أحمد فهيم قال كمان إن مشاهد الكوميديا اللي عملها أثناء أحداث المسلسل ما كانتش مقصودة ومش مترتب لها. منتجة مها سليم أعلنت عن انتهاء تصوير جميع مشاهد مسلسل علاقة مشروعة، واحتفل فريق العمل بتصوير آخر المشاهد بحضور أبطال فريق العمل عبر تقطيع تورتة ضخمة احتفالاً بانتهاء التصوير. والفنانة حنان مطوع قالت إنها سعيدة جداً بردود الأفعال اللي جات لها عن دورها في مسلسل سر الباتع، وقالت إن المخرج خالد يوسف واحد من الأسباب الرئيسية اللي دفعتها للموافقة على المشاركة في العمل، خصوصاً إنه كتب سيناريو محكم وعميق، وإنه كمان كتب كلمات ومعاني بعمق وعناية شديدة، وسعيدة بالتعاون معاه جداً. سيناريست محمد عدلي قال إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عندها اهتمام كبير باللي بتقدمه للطفل، وده أمر عظيم يحسب لها، وده شفناه من خلال أعمال متنوعة زي يحيى وكنوز والمحمية ورسالة نور. كمان حسين مجدي مخرج مسلسل الأطفال المحمية قال إن المسلسل حقق اللي كان مطلوب منه وحظي بإعجاب الأطفال ونجح في جذب الانتباه بتاع الأطفال. المسلسل كان هدفه الأساسي تعريف الأطفال بوجود حياة بحرية ومحميات، وإن هناك مخاطر من الممكن تهدد الحياة والبيئة والإنسان. والفنانة فريدة سيف النصر قالت إنها سعيدة باللي حققته في شخصية سكينة ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة، وقالت دور سكينة من الشخصيات الصعبة وكان بالنسبة لي نوع من التحدي. والنجمة نيلي كريم كشفت إنها هتنتهي من تصوير مسلسل عملة نادرة، وقالت خلاص باقي 5 أيام وينتهي المسلسل، والأيام دول مش هيكونوا متواصلين. وخلصت نشرتنا الفنية، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع جمانة وعبد الصمد. نشكرك يا هلا، شكرا جزيلا.
متعودين دايما مع حضراتكم نرصد اهم الاحداث اللي حصلت في الحلقات الخاصه بمسلسلات رمضان. امبارح 11 حلقه من مسلسلات رمضان مرت، كانت كلها احداث مشوقه سواء كانت اعمال وطنيه او اجتماعيه او حتى الكوميديا. الحلقات اللي فاتت امبارح يعني عملنا ليها ملخص لاهم الاحداث اللي دارت فيها جمانة تحديدا. صحيح، من اول رمضان بنحاول نتابع مع حضراتكم كده بملخص سريع مجموعه كبيره من المسلسلات، ابرزها طبعا الكتيبه 101، رسالة الإمام الكبير قوي الجزء السابع، وغيرها كمان من المسلسلات عشان اللي فاتوا حاجة ما يحسش يعني أنه في النص بقاش عارف يعمل إيه، فيقدر أنه يتابع الملخص ده عشان يقدر يكمل بقية الحلقات بشكل عادي جدا. خلينا نتابع هذا الملخص نرجع لحضراتكم مرة ثانية. الحلقات 11 من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة، والبداية من مسلسل الكتيبة 101. الحلقة شهدت قيام رجال الكتيبة بعملية نوعية ضد عناصر التنظيم الإرهابي اللي تم رصدها واللي وصلت الطريق الساحلي للشيخ زويد. تم ملاحقة وتصفية العناصر الإرهابية في عملية بطولية شارك فيها الرائد نور أو عمرو يوسف وزملائه اللي ثاروا لدماء الشهداء. وانتقلت أحداث المسلسل لمشهد جنازة الشيخ موسى واللي بيجسد دوره الفنان خالد الصاوي بعد مقتله على يد ابن أخوه الدكتور وحيد أو فتحي عبد الوهاب. شد حيلك، شد على الله. الشيخ موسى كان بطل من أبطال مصر، قوات المسلحة عمرها ما تنسى دوره ووقوفه جنبها. اطمنوا، هيتم الوصول للمجرمين وهينالوا أشد العقاب إن شاء الله. شد حيلك، شد على الله. وكشفت الحلقة 11 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيلي كريم مجموعة من الأحداث. محمد لطفي اللي هو الشداد ولد الهلالي بعت رسالة أو جواب غرامي لنادرة أو نيلي كريم مع طفل صغير من النجعة. نادرة خدت الجواب لما كانت قاعدة في كافيتيريا المستشفى منتظرة أنس أو ندى موسى، ولما روحت البيت قرته واكتشفت إن شداد بيصارحها فيه بأنه معجب بيها وبيفكرها لما كانوا صغار وبيلعبوا مع بعض، وساب ليها في آخر الجواب رقم تليفونه لو احتاجت ليه في أي حاجة. أنا من كفر حريدي، شداد والد الهلالي، فكراني كنا بنلعبوا مع بعض واحنا عيال صغيرين، بس أقولك من ساعة ما قابلتك وأنا حاسس إحساس تاني خالص، جايز عشان رجعتيني الأيام السابقة، جايز عشان قوتك قدام عبد الجبار، جايز وجايز وجايز، أنا حاسس إن أنت هدية من ربنا ليا. وفي أحداث الحلقة 11 من مسلسل الكبير قوي الجزء السابع، جوني عمل أجواء رومانسية لشروق آيتن عامر على طريق المزاريطة علشان يعرضها على السوشيال ميديا ويحقق بيها مشاهدات. وفي الفيديوهات دي شاركت مربوحة وهجرس والعترة علشان يزودوا التفاعل وعدد المتابعين، لكن الكبير قوي لما شاف الفيديوهات دي ما عجبوش اللي حصل. الوقت كأنه مدمن مصور كل تفاصيل حياته حاططها على النت، انا مفكر اوديه مصحه. مصحه ايه بس يا كبير؟ انت بتعرف المتابعين والمشاهدات بتوعه بسم الله ما شاء الله، يعني بتجيبوا له فلوس قد ايه؟ والله العظيم لو جابت مال قرون وانا عشان قرشين اصور حرمه بيتي واحطها على المشاع، اي حد حداه باقه ب10 جنيه يتفرج. ايه الهوس ده؟ وفي مسلسل رساله الامام بطوله النجم خالد النبوي، واحد من الجنود بلغ الجروي أو نضال الشافعي بأنه رصد تحركات غريبة من الأجواف وجنود الثرى، ورد الجروي بأنه شامم ريحة الخطر، فأمر جنوده بأن يستعدوا ويحاولوا يختفوا لو حدث أي طارئ، والكلام ده ما وصلش لأبا بشر أو ابن الوالي. ذاك هو، الحمد لله على الذرية الصالحة. كل الطلاب الذين شاهدتهم كانوا يتحدثون عن مناظرتك، سمعت أحدهم يقول الشافعي منا كالليث بن سعد. الحمد لله، كل ما تعلمته في السابق أساس لقادم البحث والتوفيق، أغرسه في هذه الأرض المباركة التي لا تبور أبدا بإذن الله. وفي الحلقة 11 من مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين بيظهر شفيق في شخصية جديدة وهي شخصية المريض النفسي. شفيق بيتفاجئ بأنه مقيد في سرير في مصحة لعلاج الغضب،
بيمر عليه الطبيب وبيصدمه وبيقول له انه بيعاني من حالة عصبية بسبب ان عقله غير قادر على تجاوز يوم الحفلة واللي حصل فيها، علشان كده هو عنده هلاوس وطول الوقت عصبي، وده بيخليه يخلق قصص وهمية. وحتى موضوع الصفارة اللي بترجع بالزمن ده كمان غير موجود، وكل دي حكايات من خيال شفيق. مش قادر افهم والله العظيم، هو الجسم ده ملوش باب؟ اي شخصيه بتخش تعدي كده تحط باب حديد بقى او كالون او اي حاجه. السلام عليكم، ايه القعده الجميله دي؟ احنا عاملين حاله حلوه قوي صح؟ اه، في الفه كده تحس انه ماتش للمنتخب. الله، صحيح يا شفيق، اخبار الصفاره ايه؟ مفيش صفاره يا شعبان، انا بقيت زي الفل ان شاء الله. اللجنه اللي جايه هتيجي تكشف عليا وهتلاقيني على سنجة 10، واخرج بقى من هنا خالص اشوف بقى حياتي من الاول هعمل فيها ايه. وشهدت الحلقة 12 من مسلسل سر الباتع محاولة تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية هدم مقام السلطان حامد، باعتبار أن ده بدعة، لكن الشرطة تصدت ليهم ومنعتهم من هدم المقام. من فضلكم كله روح، واللي عايز يهد يتجه للقنوات الشرعية. القنوات الشرعية دي كانت زمان، بقولك احنا في ثورة، سيبنا نشوف شغلنا. للمرة التانية بقول البلد فيها قانون وقنوات شرعية. الشرعية للميدان والقوانين هنسقطها. لما تبقى تسقطوها وتعملوا قوانينكم ساعتها محدش هيعترض، أما دلوقت أنا بنفذ القانون. عموما أنا مش عايز أحرجك، أنت مهما كان ضيف عندنا هنا ببلدنا. يلا يا رجالة. يا سيدي شكرا. شفت كرامته؟ يلا يا جماعة يلا. وشهدت الحلقة 11 من مسلسل جميلة العديد من الأحداث المهمة حول شخصية جميلة اللي بتجسدها الفنانة ريهام حجاج. بتبدأ الأحداث بعد زيارة نرمين لزياد في العيادة، وهي بتعيط وبتدعي إن جميلة بتتصرف بشكل مهين معها، وبتطلب منها إنه يرجع ليها حقها من جميلة. بتنتقل الأحداث إلى مشهد زياد وهو بيسأل جميلة عن اللي حصل وعن صحة كلام نرمين، فبتقوله إن الكلام ده كله كذب. وبعدها بيزور شريف زياد في عيادته وبيأكد له إن مش هو اللي حرق عربيته، وبيطلب منه التفاهم والاتفاق عشان ينهوا الأزمة اللي تسبب فيديو شهيرة الموجود على السوشيال ميديا. يا حبيب قلبي اهدى شوية وافهم بقى، احنا في مركب واحد والمركب بتغرق بينا، دي فضيحة. الفيديو اللي مالي التايم لاين ده فضيحة ليك وليا والأهالينا، علشان كده لازم نرسى ونفهم ونقعد ونشوف حل. وبعدين أنا جاي لك بطولي، يعني لا معايا سلاح ولا بودي جاردات، وأنا مش قابل أتكلم معاك، وامشي من هنا قبل ما أطلب لك البوليس. حاضر ماشي، بس خليك فاكر إنك هتيجي في يوم من الأيام تعتذر لي، وخليك فاكر إن أنا جيت لك بطولي، فاهم؟ وأنت اللي رفضت. شهد يا نرس. وفي الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان، نرجس أو منة فضالي قالت لزوجها جعفر العمدة إنها حامل. محمد رمضان اتصدم من الخبر وكان هيرمي عليها يمين الطلاق، لكن نرجس وضعت إيدها على فمه. وبعدها جعفر اتكلم مع والدته صفصف ولنصحته بأنه يخلف من نرجس وما يتخلاش عن الجنين. نرجس حامل. قدر ربنا وفرجه، مبروك يا حبيبي، مبروك. جعفر اياك يا ولا، اياك تكون قلت لها تنزلي. قلت لهاش حاجه، سكت. يعني احداث متنوعه اعتقد، وفيها نوع من انواع عارفه التسلسل الدرامي اللي يخليكي عاوزه تشوفي اللي بعده. يعني احنا مش عاوزين ملخص الحلقه 11، احنا عاوزين 12 و13 بقى لو نقدر يعني نتكلم. عارف انت ملخص ده يخليك لو في مسلسل انت مش متابعه قوي لا تعايز تتفرج عليه عشان حاسس لا المسلسل ده فيه احداث حلوه، فتحس انت عملت زود في الليست بتاعه المسلسلات. مش لحقيقي انا لا اخفيك سرا، انا بعد ما تم عرض ملخص المسلسلات ده في الحلقه الثالثه تحديدا قررت ان انا ازود فعلا في مسلسلات ما كنتش بتابعها. لازم بنفتح القوس وبنكمل بقى مسلسلات كده. بما انك فتحت كتير. القوس ايه بقى القوس فتحه وحاطه فيه مسلسلات ايه اللي انت بتتابعيها؟ عندك وقت؟ عندي وقت. طيب بعد 4 دقايق انت عاوزه هقول لك. جعفر العمده، عمله نادره، صفاره، كبير. انا مش بقول لك مسلسلات ايه رمضان السنه دي، انا بقول لك انت بتتابعي.
انا قلت لك عندك وقت قلت لي عندي وقت. ما بتتابعيش ايه السنه دي يعني؟ ونختصر الكلام كده يعني. بص جميله برضو بعدي عليه كده ببص عليه. بس انا مستنيه كمان مسلسلات بقى تانية. مستنيه مسلسل منى زكي اعتقد هيبقى 15 حلقه 15 برضه. حلقه بالظبط. مستنيه كمان مسلسل دنيا سمير غانم. وفي السقا اعتقد. لا اذا لو سمحت ما تحسبنيش المعلومات. في كلام يعني في كلام على الموضوع ده. معقوله في حاجه وقعت مني؟ طب انت بتتابع؟ ما زالت هناك مفاجآت في جعبه الشركه المتحده طبعا. بعد ال 15 حلقه اللي هيخلصوا بتوع مسلسل ياسر جلال في مسلسلات ثانيه تتعرض برضو. شكرا على المفاجاه. انا بالنسبه لي لا انا بالنسبه لي بقى بجد والله اللي حريص كل الحرص على متابعته الصفارة. احمد امين عامل دور يعني بيؤكد ان هو ممثل متعدد المواهب. عارفه عنده كتير قوي. وفكره اللي هو يعمل اكتر من شخصيه في مسلسل واحد ده اعتقد تحدي على نفسه. لا وطه دسوقي كمان جميل جدا يعني الحقيقه. وعلى فكره لا مسلسل كمان الكتيبه 101. لا انت بتتكلمي بقى في مسلسلات يعني اصلا خارج المنافسه. يعني انا حاسه ان في حاجه انا ما لا في مسلسل تاني مش انا ما قلتوش عشان امانه تحتم عليا ان انا اقول لك المسلسلات اللي انا بتفرج عليها. نقفل القوس وناخد اجابه المشاهدين على سؤالنا. لا كفايه خلاص يلا. طيب بنفكركم بسؤالنا. السؤال بيقول ازاي بتعرف تسلي صيامك في اخر ساعتين في الفطار؟ في استاذ علاء ابو زيد بيقول صباح الخير على جمانه وعبد الصمد. اكيد في الاذكار وقراءه القران ورمضان علشان رمضان شهر القران. تقبل الله منا ومنكم. اللهم امين يا رب. في دعاء امير بتقول صباح العسل. للاسف بما اني بعمل فللاسف اخر ساعتين بقضيهم في المطبخ عشان الحق احضر الطعام. وكل عام وانتم بخير. لا ليه للاسف ده انت بتؤجري وبتثابي على ان انت تقفي في المطبخ. هو بافطار صائم كمان. طيب في محمد ابو روكا بيقول صباح الخير على مصر كلها. انا بعد قراءه الورد اليومي من القران بساعد في البيت في عمل السلطه والعصير. وكل سنه وانتم طيبين. والله يعني انا بحب النوع ده من الرجاله عارفه اللي بتساعد في طبعا البيت. طبعا في كمان علي خلف صباح الخير. انا صباح الخير عليكم وعلى كل المصريين. انا بقضي الساعه قبل الفطار في قراءة القرآن الكريم أنا وأمي. كل عام وأنتم بألف خير ورمضان كريم. طيب في أم المصريين. لا يعني ناخد أم المصريين بعد ما نروح الموجز بقى. بالظبط. مشاهدينا موجز التاسعة موجز لأهم الأنباء مع زميلة هالة الحمدوي. تفضلي هالة. شكرا جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري. أهلا بكم. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بمدينة جدة. وأعرب الرئيس السيسي في صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادته بلقاء الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وعن امتنانه وتقديره لحسن الاستقبال والضيافة. وأكد الرئيس السيسي على عمق ومتانة العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية وعن تطلعه لتنميتها وتعزيزها في كافة المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. من جانبه صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أشاد بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مشيرين إلى أهمية الزيارة في مواصلة تطوير هذه العلاقات الأخوية. وأوضح المتحدث أن الرئيس السيسي وولي العهد السعودي أكد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية. أعلنت مصادر عسكرية أن قوات روسية سيطرت على مبنى بلدية باخموت شرق أوكرانيا. في الوقت نفسه أكد الجيش الأوكراني أنه لا يزال يسيطر على باخموت مع اشتداد المعارك مع القوات الروسية، مشيرا إلى أنه لا يزال يصد الهجمات الروسية على المدينة.
أعلنت بولندا استعدادها للمشاركة في خطط حلف شمال الأطلسي الناتو من أجل الردع النووي بعد إعلان روسيا نشر أسلحة نووية على الأراضي البيلاروسية. وقال رئيس مكتب الأمن القومي البولندي ياتسيك سيفيرا إن وارسو على استعداد لأن تتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 25 من مارس الماضي أن موسكو وبناء على طلب مينسك ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا كما تفعل الولايات المتحدة منذ زمن طويل على أراضي حلفائها. صدقت الحكومة الإسرائيلية على قرار بتشكيل حرس وطني برئاسة وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير. وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن لجنة مؤلفة من أعضاء في وكالات أمنية إسرائيلية ستقترح خلال 90 يوما ما إذا سيتولى مفوض الشرطة أو هيئة أخرى إدارة الجهاز. وأوضح البيان أن الحرس الوطني سيتولى الأوضاع الوطنية الطارئة على غرار الاضطرابات التي سجلت في مدن إسرائيلية خلال النزاع الذي اندلع في مايو عام 2021 مع فصائل فلسطينية في قطاع غزة. اعترفت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين بهزيمتها في الانتخابات التشريعية والتي فاز بها حزب الائتلاف الوطني أمام حزب الفنلنديين، بينما حل حزبها الاجتماعي الديمقراطي في المرتبة الثالثة. وفي خطاب أمام أنصارها قالت مارين إن الديمقراطية قالت كلمتها. نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب العاشر من رمضان. ناقشت الندوة عدة محاور منها دور الشعب المصري في مساندة جيشه واستعدادات الجيش المصري لخطة العبور العظيم ونظرة العدو لانتصارات أكتوبر ودور العرب في مساندة مصر خلال الحرب فضلا عن الحرب على الإرهاب والتنمية في سيناء وكذلك الجيل الحالي ونظرته للتضحيات السابقة والمستمرة حتى الآن للحفاظ على الأرض ومحاربة الإرهاب. انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. خلونا نروح دلوقتي لمكتبة اسكندرية اللي احتفلت امبارح بذكرى انتصارات العاشر من رمضان. نظمت ندوة كانت بعنوان الإعداد الاستراتيجي للقوات المسلحة المصرية لحرب العاشر من رمضان من وقائع الوثائق اليهودية. صحيح يا صمد، كمان في الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان لمحات من انتصارات العاشر من رمضان، ركز الفيلم على بطولات القوات المسلحة المصرية وترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة. بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، أقامت مكتبة الإسكندرية احتفالية لاستعادة ذاكرة الفخر والاعتزاز بأبطال القوات المسلحة الذين قدموا ملحمة في التضحية والفداء خلال حرب أكتوبر عام 1973. خلال الاحتفالية أشار المشاركون إلى أن العاشر من رمضان سيظل أحد أعظم أيام الوطنية المصرية التي تظل شاهدة على صلابة وصمود الشعب المصري وعبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل. الاحتفالية ركزت على الجهد اللي بوزل قبل الحرب في التخطيط للحرب، ودي يعني بنبعت لنفسنا من خلالها رسالة هامة جدا، وهي انه مفيش عمل بيتعمل وينجح الا لما يبقى مخطط، ومفيش عمل بيتعمل وبينجح الا لما يبقى فيه وراه جهد كبير جدا. الاحتفالية شهدت وضع 10 مقتنيات للرئيس الاسبق محمد انور السادات في متحفه داخل مكتبة الاسكندرية، من ضمنها جواز السفر الخاص بالرئيس الراحل الذي استطاعت مصر استعادته وإيداعه في مكتبة الإسكندرية. كان عندنا خبر جميل جدا، وهو أنه جواز السفر الخاص بالرئيس السادات الذي أعلن عن من شهر كده أنه هو فقد
ويتم تداوله بين التجار المقتنيات في أمريكا. هذا الجواز طبعا لم يكن من ضمن مقتنيات المتحف الموجود في المكتبة، وإحنا عملنا إعلان ساعتها وعملنا بيان، ويعني قلنا أنه هو ما كانش موجود، بس طبعا الأجهزة لم تصمت، ويعني بتوجيهات من فخامة الرئيس وحركة سريعة جدا من الأجهزة تم إرجاع هذا الجواز. وإحنا كان من ضمن الاحتفالية النهاردة أن إحنا خدنا هذا الجواز من الأجهزة ووضعناه في المكان الذي يليق به في المكتبة. يضم المتحف أهم مقتنيات الرئيس الراحل ومجموعة من الأوراق والملاحظات التي دونها من خطة الحرب والخداع، ومجموعة من الصور التي توثق حرب أكتوبر وتحطيم خط بارليف. ويأتي متحف السادات بمكتبة الإسكندرية في إطار توثيق المكتبة لتاريخ مصر الحديث والمعاصر، حيث تم تخصيص جناح كامل له بجوار القبة السماوية، ويقع على مساحة 260 متراً. يعني من الحاجات المبهجة في التقرير ده تحديدا مقتنيات رجل الحرب والسلام طبعا السلام. طبعا يعني فكرة زي ما سمعنا كده في التقرير انه الباسبور كان بيتم تداوله من قبل الأشخاص اللي بيقتنوا أو يتداولوا الأشياء الأثرية أو الأشياء الثمينة اللي تبقى متعلقات كمان الشخصيات الهامة. احنا بنتكلم على رئيس الراحل انور السادات، محمد انور السادات. يعني فكره تداول هذا الباسبور هو ليه قيمه كبيره جدا، انه يرجع مره ثانيه يبقى في مكتبه الاسكندريه مره ثانيه، هو كمان لفته مهمه جدا ولفته ايجابيه زي ما انت قلت يا عبد الصمد. طبعا لا، انا عاجبني كمان فكره احنا هو يمكن بنتابع دلوقتي الباسبور ده كان تم عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان بيتقال ان هو بيباع في مزادات في صحيح. الولايات المتحده الامريكيه تحديدا، لكن فكره ان السلطات المصريه، وهنا بقى يوريك الدبلوماسيه المصريه ويعني مدى نفوذك خارجيا تحديدا، عشان انت تقدري ان انت ترجعي تاريخك مره ثانيه، ترجعي تراثك، لان باسبور او اي ورقه حتى لو ورقه من الاوراق الصغيره جدا لشخص الرئيس محمد انور السادات، فهي تعبر عن تاريخ وجزء من تاريخ مصر في مرحله من اهم المراحل. يمكن بنتكلم على رئيس عظيم، هو يعني كان من الرؤساء اللي شاركت في الحرب وحرب اكتوبر، بما اننا بنتكلم على انتصارات العاشر من رمضان، وايضا كان متخذ قرار السلام اللي النهارده يمكن في وقت اتخاذ هذا القرار كان في يعني قطيعة من بعض الدول العربية، بس يعني بعد مرور الزمن أثبت إن هو كان على حق. مش فقط اهتمام أو أهمية رئيس الراحل محمد أنور السادات لمصر أو حتى في تاريخ مصر، لا ده في تاريخ الدول العربية أو حتى يمكن العالم أجمع. ويمكن تداول هذا الباسبور كمان يؤكد مدى اهتمام العالم بهذه الشخصية الهامة. يمكن الكثير جدا شفنا يعني شخصيات كتير جدا حتى غربية تحدثوا عن شخصية أو شخص رئيس راحل محمد أنور السادات في مذكراتهم، وتحدثوا عن هذه الشخصية مدى ذكائها ومدى حكمتها وقد إيه إن هو شخصية استثنائية بكل المقاييس. يمكن تداول هذا الباسبور يبين ويبرز أهمية هذه الشخصية وقد إيه يمكن العالم حتى الآن مهتم بشخص رئيس الراحل محمد أنور السادات. زي ما قلنا مرة تانية طبعا سعداء جدا بأن يعود الباسبور رئيس الراحل محمد أنور السادات لمكتبة الإسكندرية، تم عرضه في مقتنيات الرئيس الراحل أنور السادات محمد أنور السادات في مكتبة الإسكندرية. ونبدأ نشرتنا رياضية من اتحاد الكرة. قال عامر حسين عضو اتحاد الكرة أنهم بينتظروا الحصول على موافقة الجهات الأمنية لحضور 50,000 مشجع لنهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز، ده بعد ما تلقى الفريقين اختار رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم بتحديد يوم 12 إبريل موعد لمباراتهم في نهائي نسخة 2021-2022 لكأس مصر. والمدير الفني للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر بدأ رحلة استكشاف فريق غزل المحلة بمشاهدة مبارياته بالدوري وكأس الرابطة للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه بحثاً عن انتصار جديد في الدوري.
فريق الزمالك واصل استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي اللي هتكون بكرة ضمن منافسات الجولة 22 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. كمان الجهاز الفني للفريق عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات وشرح للعيبة مجموعة من الأفكار التكتيكية والجمل الفنية المراد تنفيذها خلال التدريبات الجماعية للفريق. ده غير طبعا الحديث عن بعض الأمور الخاصة ببرنامج التدريبات. فريق بيراميدز حقق الفوز على فيوتشر بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت امبارح بين الفريقين خلال الجولة الأخيرة من بطولة الكونفدرالية. بالفوز ده صعد بيراميدز رسميا للدور ربع النهائي من الكونفدرالية كثنائي المجموعة بعد فريق الجيش الملكي المغربي المتصدر. أحمد هشام لاعب نادي الصيد ومنتخب مصر للسلاح ضمن أول ميدالية لمصر في بطولة العالم للسلاح صيف تحت 17 سنة واللي بتقام في بلغاريا في الفترة من 1 حتى 9 إبريل الجاري بعد تأهله لدور نصف النهائي بعد اكتساحه لبطل تركيا بنتيجة 15-6. نروح بقى للدوري الأسباني. فريق ريال مدريد فاز على فريق بلد الوليد بنتيجة 6-0 في لقاء الجولة 27 من الدوري الأسباني، وبالنتيجة دي ريال مدريد بيحافظ على المركز الثاني من ترتيب الدوري الأسباني برصيد 59 نقطة. وقف رصيد بلد الوليد عند النقطة 28 في المركز 16. فريق نيوكاسل يونايتد فاز على فريق مانشستر يونايتد 2-0 في المباراة اللي أقيمت على ملعب سان جيمس بارك ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي. بالنتيجة دي صعد نيوكاسل يونايتد للمركز الثالث برصيد 50 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط. نادي باريس سان جيرمان متصدر قمة جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم تلقى الهزيمة الثانية على التوالي بعد الخسارة 1-0 على يد أولمبيك ليون. بالنتيجة دي وقف رصيد باريس سان جيرمان عند 66 نقطة لكنه بقى على القمة بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقي لانس وأولمبيك مارسيليا صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، وارتفع رصيد ليون إلى 44 نقطة في المركز التاسع. فريق نانت الفرنسي خسر من فريق الرمس 3-0 ضمن مباريات أو منافسات الجولة 29 للدوري الفرنسي، وطبعا بالنتيجة دي رفع فريق رامس رصيده ل 46 نقطة في المركز السابع، وقف رصيد نانت عند 30 نقطة في المركز 14. وخلصت نشرتنا الرياضية ونعود تاني لعبد الصمد وجمانة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا هلا. شكرا. معروف ان طبعا يعني الانشاد الديني هو فن مصري خالص، عشان كده يعني طبيعي ان يكون عندنا اصوات متميزه جدا في هذا الخط الفني وهو خط او المجال الانشاد الديني بالظبط. يمكن احنا متابعين من بدايه صباح الخير يا مصر مجال الانشاد والمنشدين تحديدا او صغار المنشدين، لان احنا معانا النهارده فقره مميزه جدا من مدرسه تعليم الانشاد الديني اللي خرجت العشرات من المبتهلين والمنشدين الشباب، وضيفت الفقره هي المنشده مريم عاطف. تعالوا نتابع مريم ونشوف يعني حكايتها مع الانشاد. كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضاء، كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلربما وسع الماضي قوى ربما ضاق الفضاء. مدرسة الإنشاد الديني بتعلم صغار المنشدين والمنشدات الكثير والكثير من العلم في هذا المجال، مجال الإنشاد، مثل المقامات والحفاظ على الصوت وغيرها من العلوم المختصة بهذا الشأن. معانا النهاردة موهبة جديدة
من مواهب مدرسة الإنشاد الديني وهي الطفلة أو المنشدة مريم عاطف. أنت 13 سنة. يعني الأول قولي لنا إزاي دخلتي في المجال ده أو مين حبيبك فيه وإزاي حبيتيه؟ هو أنا أولاً يعني كنت بسمع الشيخ محمود وكنت الشيخ محمود التهامي. الشيخ محمود التهامي وكان بمدعم زمايلي يعني مصطفى ومحمود وشيخ طه وكان في هناك شيخ معانا اسمه الشيخ مصطفى الجعودي يعني هو اللي وصلني لده. طب قولي لنا في البداية ازاي اسرتك او في البيت عندك اكتشفوا ان صوتك يعني هو يسمح ان يكون فيه انشاد دي؟ والله هو يعني والدي ووالدتي ربنا يجازيهم عني خير كانوا دايما بيدعموني ودايما في ظهري واي حاجه انا بطلبهم كانواش بيتاخروا يعني. ازاي التحقتي بمدرسه الانشاد الديني او ازاي سمعتي عنها كمان؟ والله هو زي ما قلت لحضرتك الشيخ مصطفى الجعودي وصلني لده وانا اول ما دخلت يعني كان بيختبرني الشيخ محمود والشيخ مصطفى النجدي والشيخ طه الاسكندراني وتشرفت بمعرفتهم لانهم ناس جميله فعلا وهم يعني اكتر ناس ليهم فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. ايه احساسك بقى وذكرياتك مع اول يوم دخلت اتعلمتي فيه حاجه جديده في الانشاد؟ يعني كنت حاسه بصراحه يعني اجمل احساس يعني ان انا ألقب بس بان انا كوني منشده مع الشيخ محمود التهامي. طب قولي لي اول حاجه اتعلمتيها في مدرسه الانشاد؟ اول مقام اتعلمته كان مقام الرصد كان ميلاد طه وكان طبعا اللي بيعلمه لنا الشيخ طه الاسكندراني وكان اللي بيدرس لنا السولفيج الدكتور مصطفى الدكتور محمد. طب خلينا نسمع حاجه للمقام ده ميلاد طه. تمام. ميلاد طه أكرم الأعياد وبشير كل الخير والإسعاد يا أفضل كان اول مقام يعني. ما شاء الله عليكي. لو حبينا يعني ننشد هذا الانشاد الديني بمقام اخر ايه هو المقام الثاني وتقولي ازاي او تنشدي ازاي؟ والله يعني واحنا بنظبط الدرجه وبنحاول نجيب الطبقه بتاعه المقام الثاني وبنقول بيه. طب انت مين من المنشدين او المبتهلين او المبتهلات شايفاه ممكن يكون قدوه ليكي وشايفه نفسك فيه في المستقبل؟ والله يعني هو قدوتي وأنا بحبه جداً يعني فطبعاً الشيخ محمود التهامي وكان قدوتي الكبيرة طبعاً ولحد دلوقتي يعني ماشية في 6 سنين أنا بحاول أن أنا أقلد الشيخ محمود التهامي. طب مين من المبتهلات أو المنشدات اللي بتسمعي عنهم أو سمعت لهم حاجة قبل كده؟ ممكن أم كلثوم يعني حاجة فوق الروعة طبعاً. وطبعاً في أسماء كتيرة جداً زي مثلاً ياسمين خيام وأم كلثوم طبعاً. طب أنت حافظة إيه لكوكب الشرق سيدة الغناء أم كلثوم وهي كان ليها قصائد كمان مدح وقصائد دينية عظيمة جداً؟ يعني القلب يعشق كل جميل دي أغنية يعني فوق الروعة كمان كنا بنتعلمها هنا في مدرسة الإنشاد وكنا بنقولها في كل الحفلات. طيب ممكن نسمع جزء من هذه القصيدة لأم كلثوم؟ تمام. القلب يعشق كل جميل القلب يعشق كل جميل القلب يعشق كل جميل ويا ما شفتي يا ما شفتي جمال يعني القلب يعشق كل جميل القلب يعشق كل جميل ويا ما شفتي يا ما شفتي جمال يعني
جميل جدا يا مريم، يعني انت موهبه ما شاء الله عليكي، ليك مستقبل كبير. قولي لي شايفه مستقبلك ازاي في مجال الانشاد، او انت طموحك ايه في المستقبل؟ والله يعني انا طموحي ان تكون جو المهرجانات ده يقل شويه، لانه مبوظ التاريخ ومبوظ الحياه، فبتمنى يعني ان انت عايزه تشوفي نفسك ايه في المستقبل؟ والله كل اللي يجيب ربنا كويس، يعني انا كل ليكي منشدة، يكون منشدة، تكوني منشدة، ليكي اسمك، ليكي ألحانك، ليكي كلماتك، ليكي قصائد والإنشاد والمديح الخاص بيكي. وفي الآخر برضو أكون محبة وطائعة لمولانا الشيخ محمود التهامي ومولانا الشيخ طه الإسكندراني. كل التوفيق ليكي ماري معاطف، يعني أنت 13 سنة وما شاء الله عليكي موهبة فريدة كمان. مشاهدينا تابعنا معاكم هذه المواهب الفريدة رغم صغر سنها، إلا أن صوتها ما شاء الله قوي جدا وعريض، وكمان مدرب بشكل كبير من خلال مدرسة الإنشاد الديني. انتظرونا وموهبة جديدة وفقرة الإنشاد الديني في رمضان. دمتم في رعاية الله وأمنه. تولى المصطفى أمري فكانت لحظة العمر، وأسلمني إلى ربي فصارت ليلة القدر، وسرت أراه إذا ألقى في نجواي في سري، فقدمني وكرمني ونعمني على فقري، فكلمني وعلمني وهيمني على ستري، وصافاني ووافاني فعافاني من الوزر. تولى المصطفى أمري فكانت لحظة العمر، وأسلمني إلى ربي فصارت ليلة القدر. مرحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. مفيش شك إن العلاقات المصرية السعودية هي علاقات تاريخية وممتدة، وليها خصوصية كبيرة باعتبار إن الدولتين ليهم ثقل وقوة، قوة تأثير على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية أيضا، الأمر اللي بيعزز من مستوى وحرص البلدين على التنسيق والتشاور السياسي المستمر فيما بينهم دائما. بكل تأكيد يا أحمد، أيضا على مستوى العلاقات الثنائية هناك دائما حرص من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على العلاقات مع السعودية تصل لمستوى الشراكة الاستراتيجية. كمان تابعنا امبارح الزيارة اللي قام بيها سيادة الرئيس للمملكة، وشو ده شفناه كمان من خلال تأسيس مجلس التنسيق المصري السعودي والاتفاقات المتبادلة والبروتوكولات ومذكرات التفاهم بين المؤسسات في الدولتين. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. صباح الخير على حضرتك، دايما منورنا. صباح الخير. طيب يعني في البداية خليني أخذ من كلام فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي وأقول إن من لم يملك كامل المعلومة مش مفروض يدلو بدله في قضايا من هذا النوع، لأن ممكن يمثل ضرر كبير جدا على مشهد مهم هو مشهد العلاقات المصرية السعودية. صحيح. وبالتالي الفترة اللي فاتت شهدت مجموعة من الترويج ل يعني مقولات محاولة لبس الفتن بين مصر والسعودية، توجت بالأمس بوقت هذه الفتنة من خلال الزيارة الرسمية اللي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية لمدة ساعات قليلة، تم فيها التباحث حول مجموعة من القضايا التي لا نملك بالطبع معرفة كاملة عنها، لكن نستطيع أن نتحدث عن الإطار العام بتاعها. مصر والسعودية كما تفضل الأستاذ أحمد وأشار لهم خصوصية خاصة. صحيح. يعني دايما بيتقال جناح الأمن والاستقرار. ليه جناح الأمن والاستقرار؟ لأن في اعتبارات الجغرافيا السياسية زمان، موقع مصر الاستراتيجي وموقع المملكة العربية السعودية الاستراتيجي في قلب الجزيرة العربية،
الامر تطور مع الاحداث الى انك بتدمجي كمان الجغرافيا السياسيه بالجغرافيا الاقتصاديه. السنوات الاخيره اكتشافات الغاز في الدوله المصريه، التحول نحو الطاقه النظيفه والطاقه الهيدروجينيه والطاقه الرياح والى اخره في جمهوريه مصر العربيه، والقدره على توليد محطات كهرباء، والقدره على اقامه مشروعات تنمويه عملاقه ساهمت فيها المملكه العربيه السعوديه، بالاضافه الى ثقل المملكه العربيه السعوديه في قطاع النفط العالمي. كل ده بيقول ان الجغرافيا السياسيه والجغرافيا الاقتصاديه بيدوا للدولتين ميزه دائمه في صحيح. المنطقه العربيه. الاهم من ده ومن ده ان التنسيق دائم بين الدولتين في القضايا العربيه الحساسه، يعني كان دائما بيجمعنا تنسيق مستمر تجاه القضيه الرئيسيه، القضيه الفلسطينيه. ازداد الامر يعني الحاحا بعد 2011 وبعد التهديدات التي طالت الدولة الوطنية العربية، ويمكن ده اللي بيكسب هذه الزيارة في هذا التوقيت أهمية كبيرة ودلالات كبيرة جدا نستعرضها مع حضرتكم. طيب يعني يا فندم، حضرتك كلمت على شكل أو أطر التعاون بين المملكة العربية السعودية وبين مصر، لكن عشان يحصل هذا التعاون بالطبع في خصائص معينة لهذه العلاقة، لازم يكون في ارتكازات محددة لهذه العلاقة أيضا. من وجهة نظر حضرتك، ايه هذه الخصائص، اهم هذه الخصائص وهذه الارتكازات عشان يقدر ان احنا يحصل هذا التعاون او هذا الدمج؟ اولا قدم هذه العلاقه، يعني اول حاجه قدم هذه العلاقه، علاقه ضاربه في التاريخ. المملكه العربيه السعوديه في مرحله التاسيس، الملك عبد العزيز ال سعود مؤسس المملكه العربيه السعوديه قال عباره شهيره لابد ان احنا نفضل فاكرينها، أنه لا غنى لمصر عن العرب ولا غنى للعرب عن مصر. ودي أمر مفروغ منه، يمكن ترجمت في السنوات الأخيرة، ترجمها الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال مسافة السك، في صحيح. تعبير عن أن قوات المسلحة المصرية جاهزة لصد العدوان ومنع التهديد عن أي دولة عربية من دول الخليج العربي. لما بنتكلم عن الإطار ده لازم نتفهم أن الإسهام المصري في التنمية والعمران في المملكة العربية السعودية كان إسهام تاريخي، ويمكن الدولة المصرية ساهمت بده عبر مجموعة من الاتفاقيات مع الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية في هذا التوقيت، ثم تطورت هذه العلاقة إلى علاقة شراكة على مدى فترة طويلة. أول عدوان حصل على الدولة المصرية نتيجة القضية الفلسطينية عدوان 56 صحيح. كان المملكة العربية السعودية دور مشرف فيه صحيح. كذلك المملكة العربية السعودية صارعت بتمويل السد العالي في إشارة كبيرة إلى تضمنها مع الدولة المتحدة بالضبط. لما بنبص على حرب 67 ونتذكر المواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية من دعم الدولة المصرية عقب يعني الأحداث التي حدثت في 5 يونيو 67، اللي بيهمنا ان احنا دخلنا على 73 وكان الاستخدام الأكبر لسلاح النفط، اللي البعض للأسف بيقول ان هو كان السعودية بتعلي من قيمتها في المحفل العالمي طبعا بالنفط. لازم يحصل مزايدات يعني. لكن حقيقة الأمر ان هذا الموقف المشرف للمملكة العربية السعودية اللي قادت من خلاله مجموعة الدول العربية هو كان نقطة التحول في هذه المعركة نحو صحيح. انصاف الدولة المصرية وموقفها. فلما بتتكلمي على المرتكزات دي كلها وتضيفي ليها المكون الديني والمكون الثقافي، وان الدولتين باتت لديهم النهاردة تحديات مشتركة مهمة جدا على رأسها تحدي الإرهاب والتطرف او تحدي التطرف والإرهاب. لما بنبص لده ونشوف مجهودات الدولتين للتصدي ومجابهة التطرف والإرهاب، لازم نتفهم ان الدولتين بيخوضوا معركة كبيرة جدا على المعترك الثقافي، فيها قدرة على تجديد الخطاب الديني، قدرة على إنجاز حقوق لقطاعات في المجتمعات دي كانت مهمشة لفترة طويلة على أمها المرأة، قدرة على إحداث نوع من أنواع التحديث المدني في ظل الحفاظ على مقاومات الدولة. المملكة العربية السعودية بتسارع الوتيرة في هذا الإطار، تحاول أن تنجز كثير من الإصلاحات في هذا الشأن، وده أمر ينبغي أن نقدره ونقدر القائمين عليه، لأنه هو بيعكس طفرة مهمة جدا نحو خلخلة هذا الفكر المتطرف اللي ساد في المنطقة العربية لفترات طويلة. لما بنبص المرتكزات دي كلها ونشوف شكل العلاقة على الإطار الشعبي بقى، يمكن الإطار الشعبي ده الأهم. الدولة المصرية تاني أكبر جالية متواجدة صحيح. في الأراضي السعودية صحيح. في المملكة العربية السعودية، بتساهم في كل المشروعات التنموية في المملكة العربية السعودية، ومن ثم
الدولة المصرية دولة حاضرة بقوة في المملكة العربية السعودية بقدرات شعبها العظيم على تقديم خبراته وتقديم إمكانياته إلى أشقائه في المنطقة العربية ورأسها المملكة العربية السعودية. كل ده بيعتبر مرتكزات نقدر نبني عليها تصور سريع لهذه العلاقة، علاقة مميزة. ناهيك بقى عن المكون الشخصي في هذه العلاقة. يعني لما بتتكلمي على علاقة ملوك المملكة على طول زمن رؤساء الجمهورية مصر العربية، لما بنشوف العلاقة على هذا المستوى لازم بنتفهم ان هي دائما بتكون علاقات مميزة. وده يعني تقدري تقولي ان هو تكريس او نتاج لمجمل هذه الخصائص اللي بتجعل من مكانة الزعماء في الدولتين في مكانة رشيدة وحكيمة قادرة على يعني اتخاذ مواقف لصالح شعوبها في توقيتات حاسمة. زي ما شفنا، يمكن أنا كنت كاتب حاجة في جريدة الوطن وأشرت فيها إلى أن كل ثقة، الكلام ده كان من شهرين، كل ثقة في القيادة الرشيدة للدولتين على قدرتها على تخطي كل محاولات الهدم والتخلص من الشوائب اللي للأسف حاولت أن تعكر العلاقات المصرية السعودية، دون إدراك من اللي قاموا بهذا العمل لأبعاد هذه العلاقة أو دون وقوف على المشهد بالكامل ومسمى قدرتهم على تحليل المشهد. نعم أستاذ أحمد، يمكن العلاقات ما بين مصر والسعودية بتتسم بالديناميكية السريعة، وحضرتك في المقال اللي حضرتك ذكرته يعني تحدثت عن نمذجة العلاقات التكاملية تحديدا. بتشوف ازاي حرص مصر والسعودية على التنسيق والتشاور في مجمل الملفات سواء كانت الإقليمية أو الدولية في القضايا المشتركة بينهم؟ طيب بص أستاذ أحمد، امبارح هذه الزيارة السريعة اللي استمرت لعدة ساعات لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية ولقاء بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزير رئيس مجلس الوزراء، خلينا نقول ان هذه الزيارة هي زيارة رقم 15 للرئيس عبد الفتاح السيسي في فترتي الولاية. يعني بتتكلم على اقل من 8 سنوات فيهم 15 زيارة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل هذه الزيارات بيقابلها زيارة مقابلة او زيارتين مقابلتين يعني صحيح. في نفس السنة، السنة الوحيدة يمكن اللي ما كانش فيها زيارات بين الدولتين كان عام 2020 نتيجة التراجع اللي حصل في السفر بفعل جائحة كورونا والاجتماعي يعني. إنما على أرض الواقع أنت كنت بتحقق بمؤشر الزيارات معدل تنسيق عالي، ترجمته على الأرض أنك أعلنت شراكة استراتيجية في 2016 والشراكة الاستراتيجية في 2016 دي أنت توجتها بالتحول ناحية نتذكر جميعا زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية والتوقيع على معهد ومركز لتصحيح الخطاب الديني في المملكة العربية السعودية في هذا الإطار، وأن مصر كانت شريك في هذه القمة التاريخية، القمة الإسلامية الأمريكية في المملكة العربية السعودية. لما بتبص للتنسيق على مستوى أبعد، الاستثمارات، يمكن الاتفاقيات اللي تم التوقيع عليها في 2016 تحولت إلى اتفاقيات مباشرة في 2018 و2017 عبر الزيارات المستمرة للأمير محمد بن سلمان ولقاءاته المستمرة والتعاون المستمر سواء مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أو مع دولة رئيس الوزراء المصري. كل ده بيديك مؤشر على فعالية الحراك السياسي بين قادة الدولتين والقدرة على خلق مساحات مشتركة. الدولتين الحقيقة بيزيدوا ويسرعوا من وتيرة التعاون في الفترة الأخيرة عبر خلق دوائر ابتكارية لأهداف بعيدة. يعني مشروع المشرق الجديد ده مشروع مهم جدا والدولتين داخلين فيه بقوة شديدة جدا. الحفاظ على الدولة الوطنية العربية ده من الأهداف المهمة جدا اللي الدولتين بيشتغلوا عليها في إطار الالتزام بالقانون الدولي ومبدأ سيادة الدول ومبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ومبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. لما بتبص لكل ده بتقدر تدرك كثيرا ليه الدولتين بينهم هذا الحراك السريع وازاي الدولتين قدروا من خلال هذا التعاون ان هم يكونوا مؤثرين على الساحة الدولية. خلينا ناخد مشهد اخر قمتين عقد في المملكة العربية السعودية، القمة العربية الصينية والقمة العربية الامريكية، ونشوف فعالية الدور المصري وفعالية الدور المملكة العربية السعودية في خلق حالة من التوافق حول خطاب عربي كان خطابا قويا وخطابا محددا وواضحا
في ملامحه وفي اطروحاته وفي حروفه وكلماته، حتى خطاب كان قوي متمسك بالثوابت العربية المختلفة. صحيح. من القضية الفلسطينية مرورا بكل النكسات التي تعرضت لها الدولة الوطنية العربية طول الفترة من 2003 منذ انهيار العراق وحتى اللحظة اللي احنا بنعيش فيها في ظل تداهي الأوضاع في العديد من الدول العربية نتيجة أحداث 2011. الحقيقة ان كل ده بيقابله مساندة من المملكة العربية السعودية للدولة المصرية، لا ننكرها ولا ينكرها أحد. صحيح. اللي هو موقف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الداعم للدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو الشعبية العظيمة، كانت الأمور هتبقى على منحة مختلف. صحيح. جدا. ولولا زيارة وزير الخارجية السعودي في هذا التوقيت في مؤتمر بالضبط، زيارة وزير الخارجية السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمكاشفة بأن لا يمكن لأحد أن يتدخل في الشأن المصري وأن هذه ثورة شعبية بالفعل. صحيح. كانت أمور كتير هتتغير على الساحة. الدعم الذي قدم بعد ذلك في إطار استثمارات من المملكة في المناطق الاستثمارية والمناطق الاقتصادية للدولة المصرية صارعت بإنشائها بيعكس الثقة في الاقتصاد المصري، ويمكن التصريحات الأخيرة الصادرة من المملكة العربية السعودية صباح أمس بتعكس هذا الأمر، أن هناك ثقة في الاقتصاد المصري وهناك ثقة في القطاعات الاقتصادية المصرية وقدرتها على النمو في المرحلة القادمة. في المقابل الدولة المصرية لم تتخلى طول عهدها عن الالتزام بالدفاع عن الدول العربية في الخليج العربي، بدءا من الأزمة التي تعرض لها الخليج العربي في الحرب العراقية الإيرانية ثم الغزو العراقي للكويت، وشفنا الموقف المصري المشرف الملتزم بثوابت العمل العربي المشترك والحفاظ. صحيح. على الدولة العربية. الوتيرة السريعة اللي حضرتك بتتكلم عليها دي هي ترجمة لكل هذه الآليات المختلفة اللي بتعكس في النهاية الإدراك المشترك للمخاطر والتهديدات المحيطة بالدولتين. طيب دكتور، خلينا نلقي كده نظرة أوسع للتحركات العربية بشكل عام. يعني زي ما حضرتك تحدثت أنه العلاقات المصرية السعودية علاقات قديمة ومتينة وعميقة وما إلى ذلك، لكن كمان تابعنا أمس أنه العلاقات السعودية الإماراتية بتشهد تطور أيضا ملحوظ. على الجانب الآخر مصر وعلاقتها مع باقي الدول العربية، لو نتكلم على سبيل المثال العلاقات المصرية الأردنية العراقية، فكرة هذا التقارب العربي عربي هو مهم جدا. وعامل آخر هو عامل التوقيت، عامل آخر هو النظرة الغربية أو المشهد الغربي أو نظرة الغرب لما يحدث من هذه التحركات العربية. رؤية حضرتك لهذا المشهد إيه؟ طيب. يمكن إحنا النقطة اللي فاتت كنا بنخدم بالتحديات اللي بتواجهها الدولتين في هذا التوقيت. تحدي إقليمي وتحدي على الصعيد الدولي. التحدي الإقليمي أنك أنت بصدد إعادة ترتيب المشهد الإقليمي مرة أخرى من خلال تفعيل العلاقات العربية العربية وإجراءات المصالحة العربية. ويمكن قريبا يمكن أن نشاهد سوريا في الحاضن العربي مرة أخرى، وعودة سوريا إلى الحاضن العربي ده أمر مهم جدا، والمؤشرات ده على ده متواترة ومتوافرة طوال الفترة اللي فاتت. لغة الحوار هي اللغة التي بدأت تنتهجها السياسة الخارجية للدول العربية، والقبول بالطرف الآخر طالما ارتضى بالمبادئ الحاكمة للعلاقات الدولية من مبدأ حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ومبدأ الالتزام بقواعد القانون الدولي. الدول العربية بدأت تنتهج سياسة خارجية في هذا الإطار تميل إلى الحوار والانفتاح على القوى الإقليمية الأخرى، بالإضافة إلى قدرة هذه القوى على بلورة سياسات مصالحة عربية داخلية. يعني الرباعي العربي في توقيت ما أخذ إجراءات ضد دولة قطر الشقيقة ثم تراجع عنها في اللحظات الأخيرة مؤخرا بعد التزام بثوابت معينة يجرى من خلالها التعامل، وده بيمثل نقلة مهمة جدا في. صحيح. الإجراءات المصالحة العربية ولم الشمل العربي. كل دي أهداف بالحقيقة بتهدف ليها السياسة العربية اللي بتنتهجها الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية، واللي بنقول بتحاول تخلق دوائر ابتكارية. يعني ما كنت بتكلم على دائرة المشرق العربي، دائرة الأمن البحر الأحمر، المناطق دي مناطق مصلحية يعني بمنطلقات مختلفة، منطلق اقتصادي، منطلق عسكري، منطلق أمني، لكن في النهاية هدفها إعادة بلورة العلاقات العربية، وفي النهاية ده تقوية لجامعة الدول العربية. يمكن اللي احنا عملناه، احنا اشتغلنا بالعكس، احنا أسسنا في الأول وبعدين ما كانش عندنا الفعالية، احنا النهاردة بنشتغل بفعالية أكبر. صحيح. لتقوية الكيان الأعظم اللي ينبغي أن يأخذ حقه والذي تواجد قبل أن يتواجد الاتحاد الأوروبي على أرض الواقع. في المقابل الدولتين وباقي الدول العربية عندهم التحدي الأخطر، وهو تحدي تداعيات الأزمة
الروسية الأوكرانية. بغض النظر بقى، مش هنتكلم على ربطها تاني بجائحة كورونا، لكن احنا بنتكلم على أزمة ما بقاش حد عارف امتى هتنتهي. على واقع أزمة فيها نوع من أنواع التصاعد الذي يهدد أمن العالم وأمن صحيح. البشرية. في السياق ده لازم نبص للمكونات الأخرى للأزمة. انك عند حضرتك في أزمة غذاء، عندك أزمة طاقة وأزمة أسعار النفط، أزمة في الإنتاج، أزمة في القدرة على توريد السلع والخدمات. كل ده بيقول إن إحنا عندنا أزمات اقتصادية خانقة أدت إلى اقتصاد يتهاوى في العديد من الدول حول العالم، وخلق أزمة اقتصادية عالمية. بتتكلم على إن إحنا مهددين بالدخول في الركود التضخمي. فبالتالي لما بنتكلم على هذا المشهد، لابد من سياسات تعاون عربية تستفيد من خلالها من خبرات الأزمات اللي مر بها العالم طوال السنوات طوال القرن الماضي. يعني احنا صحيح. عندنا عديد من الأزمات في القرن الماضي مر بها العالم، أشرف 1928-1930 والأزمة التالت الحرب العالمية الثانية، ثم أزمة 2008 الأخيرة. ودي كلها كانت التكتلات الاقتصادية في ربوع العالم بتنتهك سياسات اقتصادية معينة في اوقات معينة بهدف تحقيق المصلحة لشعوبها. نعم، واعتقد ان قوة ومتانة العلاقات الدبلوماسية العربية تحديدا في ظل هذا التوقيت، يعني زي ما حضرتك ذكرت هو توقيت حساس للغاية لما يعني يحيط به من كثير من التحديات، سواء كانت الأزمة الأوكرانية الروسية أو ما سبقها من يعني جائحة كورونا ونقص في سلاسل الإمداد والتمويل تحديدا. كل ده بينعكس قوة هذه العلاقات على نافذة الاقتصاد لكل الدول العربية. بنشكر حضرتك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. شكرا لحضرتك الأستاذ أحمد نادي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. شكرا لحضرتك. شكرا أستاذ جمال. شكرا لحضرتك يا دكتور. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. كنا مع حضراتكم على مدار ساعتين من 8 ل 10 إن شاء الله. صباح الخير يا مصر، يكون مع حضراتكم بكرة في نفس الميعاد. يعني بشكرك يا جمانة، وطبعا الشكر موصول لضيفنا الكريم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر غدا من 8 صباحا وحتى 10 صباحا. انتظرونا.